ينفعش اقلل الماده الفعاله سيكا؟ هنزل اكتر من كده ايه؟ احنا بنحط 10% من الماده الفعاله. خلي بالك كده مش هيبقى دواء، ده هيبقى مرض. احنا هنقلل الماده الفعاله ونزود نسبتك، نخليها 25% بدل 20. ها؟ بصراحه انت قلبك جامد قوي، وانا خايف الشيله تقيله ولو اتمسكت هتوجع. ما تخافش، انا مجهز واحد قريب من بيه ده يبقى حرزه وامان عشان يوزع الدواء المغشوش. برافو عليك. طب الراجل ده فين؟ هو لسه حرق له الدكان بتاعه. يا ساتر، اشمعنى؟ مش جاب دل ده؟ ما هو لما صوابعه هتتحرق هيدور على المرأة. يا عيني يا عيني على الشغل والمعلمه. تصدق بالله صدق اللي سماك معجزه. هتاخد ال 25% وتقلل الماده الفعاله كذلك. قول لي بقى فين الراجل اللي انت قلت عليه؟ بص حواليك كده، البضاعه بقت ماليه المخزن، لازم نصرفها وبسرعه. اتقل، اتك على الصبر. بصراحه يا اخي انا مش عارف انت جايب البرود والثقه دي كلها منين. يا دكتور احنا ضاربين ادويه من الجدول، يعني لو اتشمينا هنروح في كلابوش، هنروح في داهيه. لو صبر القتل على المقتول كان مات لوحده. جابر على التليفون. حلو، رد عليه بقى. لو اتصل تاني يبقى جابر في ايديا. اتك عليه شويه. هو اشمعنى جابر ده يعني؟ جابر قلبه جامد، غير كده حافظ خط الصعيد كله. يعني احنا نحمل هو يوزع ويطير. ماشي، اسيبك بقى تستناها. انا موافق على الشغل معاك يا سامي. مية مية حبيبي. يا كوماندر استعد، اللي جاي كله قمر. نهارنا جديد نوفي. يلا حبيبي سلام. انا جاهز. وانا جيت. ايه دولي؟ عربون شغل، وكل اسبوع لي باكو زي ده. كتير دول يا سامي. تجارة الدواء كوم، والتجارة مع دكتور سامي كوم تاني خالص. دكتور؟ ايه قصة الدكتور دي يا سام؟ ده انت ما كملتش دنيا اعداد. لا، ما هي لو الدكتورة بالشهادات انا ما كنتش عملت حاجة من اللي انا عملتها. من الدكتورة الايام دي بإعاد. البرادس يا صاحبي. الفلوس. الفلوس يا بلدين. شوف انا جاي لك اهو برجلي، لكن قلبي مش جاي معاي. خلي قلبك لخطيبتك، خلينا انا مشاوير السبت. اسمع يا سام، شغل العوج انا ملياش فيه، وبكررها لك، شغل العوج انا ملياش فيه. اسوق في شركه الدواء اهلا وسهلا حلال ربنا، لكن اللي قلته قبل سابك لا. الغش لا يا سامي، واياك والغدر. انا عمري ما اذيك يا صاحبي. قلنا امين. امين. على فكرة يا جاب، لولا سامي كان زمان البوليس عندك في البلد، كانت هتبقى فضيحة كبيرة قدام أهلك وناسك. ده كتر خير، هو البوليس عاوز مني يا سامي، وأنا اللي كنت بغش في الدواء ولا أنت؟ أنا ماليش دعوة بالحوار ده يا جابر. الكاميرات هي اللي مصورك وأنت بتسلم الدواء، ولما سألوا الدكاترة قروا عليك. اللي أنت فيه ده بسبب البلوة بتاعة التصوير الجديد. أنا لو كنت أعرف كده كنت بعت حد غيرك يسلم الدواء. يوجعنا فيها، هتيجي معايا دلوقتي وتقول إن شيلة شلتك يا سامي. يا ريت كان ينفع يا جابر. لو ده كان هيخليك انت اللي بره وانا اللي جوه ما كنتش اتاخرت، على الاقل كنت نمت الايام اللي فاتت دي يا اخي. بس انت كده كده لابس فيها. بقول لك الكاميرات مصوراك والدكاتره قارين عليك. كل اللي هيتغير في الموضوع ان انا هبقى جنبك في السجن. لكن انا لما فكرت فيها لقيت انه لو حد فينا بره والتاني جوه هيعرف يبقى في ظهره ويشده. ازاي هو يتسجن وانت لا؟ انت تعرفي جابر؟ يعني لو عايزه تعرفي الحقيقه وحقيقة جابر افتحي الكراس من اوله. هو جابر جالك من المدرسه ولا جالك من الصعيد عليه قتل وطار ودم؟ طب بلاش. عارفه جابر قتل مين في الصعيد؟ جابر وابن عمه قتلوا شيخ عرب عندنا في الصعيد، الديب الله يرحمه. اسالي عليه. نهار اسود. انت عايز تقول ان جابر قتل؟ قتل، بس انت مستكتره عليه يطلع كذاب. بس معلش، إذا كان غشك فغشني قبل منك.
ياخد مني الكراتين النظيفة ويبدلها بالمغشوش ويوزع. شغل نور وهبلسة. بس أنا غلطان. كان لازم أعرف إن اللي قلبه يجيبه على الدم مش هيستكتر إن هو يورط صاحبه وعشرة عمره وبلدياته. وأول ما نابه الأسود يطول، يطول هو. حتى لو ده حصل، أنت شريكه. وأنت اللي عرفته السكة بتاعت الصيدلية والدواء. طب ما جابش رجلي معاه ليه؟ لما مسكوه ما قالهمش ليه أنا بريء، ماليش دعوة، الراجل ده هو اللي لطني. أنا ليه مش مسجون معاه دلوقتي يا ست مورة؟ مسجون جدعنة؟ في حد بيتسكن جدعنة يا ست مورة؟ ثلاثة بالله العظيم، أنا لساني دلدل أقول لجابر يا جابر الله لا يسيئك، بلاش الحرام يا جابر، بلاش سكة الحرام يا جابر. يقول لي مالكش صالح أنت، أنت ما تعرفنيش، ما شفتنيش واصل. خليك لحالك. الله يسامحك معانا، الله يسامحه هو معانا يا شيخ. دكتور سامي. جابر. سير الحي يتلاقى يا واد عمي. جابر. إيه ده؟ لا لا لا، في إيه؟ جرى يا جابر؟ احنا قرايب يا ولد عمي، حد يقلب على نفسه كده؟ ما انت بتعرف تتكلم زي الرجال. اه ما ليه بقى عوج لسانك وعامل فيها بيه يا ولد شربان؟ جاب جاب، احنا لسه اتفقنا. انت ايه اللي محفظك كده؟ اتفقنا ناخد حقي ودي احنا فيها اهو، ادي احنا فيها. تعال انا مستنيك عشان اديك حقك. تعال اديك حقك. يلا سألك ده الاول كان حق سنه اتنين خمسه كيف اللي خدتهم واستشنتهم، لكن دلوقت فوق حق السجن حق خيانتك يا سامي. تتقول لي مكان الفلوس فين؟ لا يا جابر ما ينفعش. حقك وده حقي. خبر انا عامل فيك ايه؟ بتعمل ايه؟ ادوقك من البرشام المغشوش اللي بتصنعه. لا برشام يا جابر، لا لا لا، انا مش عيان يا جابر عشان تجيب برشام. انا كده ممكن اموت يا جابر، حرام عليك. مش حرام عليك الغلابه اللي بتموت بسبب البرشام ده يا جابر؟ لا يا جابر، لا حرام عليك يا جابر. انا كده ممكن اموت يا جابر، حرام عليك جابر. لا جابر، انا عندك يا دكتور واموت انزه من موته. ماشي يا جابر، بلع. لا يا جابر، زف يا دكتور. دور يا جابر، دور. طباخ السم بيدوقوا. دور. تمن خمس سنين في سجن يا جابر. لا تعملش كده يا جابر. يا جابر دور يا جابر.